وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه مسح على الإمامة فقط، وثبت أنه مسح على الإمامة مع الناصية، وكل ذلك ثابت. ولذا قال بعض العلماء ممن يجيز المسح على الإمامة لا بد من مسح ما ظهر من الرأس، ولكن الصحيح أنه يجوز أن يقتصر على المسح على الإمامة، وذلك لثبوت النص مقتصرا على مسح الإمامة. لكن إن مسح عليها مع ما ظهر من الرأس فمستحب لفعله عليه الصلاة والسلام.